السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في عدد جديد من طيب معنا. اليوم اخر يوم في الاسبوع، على بالي بلي كامل عيانين وتحتاجوا وصفات خفيفه تاع ليه وصفات اللي تخرجوا بها واش كاين في الفريجيدار. اذا اول شيء ان شاء الله نقول لكم كامل راكم بخير، كامل لاباس، مستعدين باش تشوفوا معايا الحلقه تاع اليوم. ان شاء الله يا رب نكون خفيفه عليكم. تحيه كبيره لكامل الفريق اللي مرافقني نهار اليوم، مخرجنا اليوم امين طير، ومعنا كذلك كاميرامان شكون منال راهي في الاستقبال، منوله راهي معاكم، معنا كذلك عبد القادر الكاميرامان، ومعنا في الصوت كادر في الصوت. اذا تحيه كبيره كامل لكم، وحسن في الكليراج، سامحني حسن قريب نسيتك، بلا ما ننسى الماكياج. اليوم معايا كانت رمضاني، كانت مريم رمضاني لاماكياج معايا. اذا قبل كل شيء نشكروا كذلك لي سبونسور اللي حاضرين معنا اليوم. معنا كذلك دائما طونكاب دو فير، وكذلك عجائن سوسيمي سبيت فارينا، وكامل لي بات باجود الانواع. دونك لو منيو تاع نهار اليوم قلت لكم ساهل وخفيف، وكما نقول لكم مكونات بسيطه، نديروا ان شاء الله منيو هايل. اذا عندي هنا بون غطيته برك على لا كليم. دونك هنا عندي بولي اشي، خديت ان بلون دو بولي قسمته على اثنين، نص راح نديروه مقبله كما نقول لكم باش تكون حاله تاعنا اقتصاديه شويه، ونص نديرو به لو بلا. المقبله راح تكون عندي لو كريسبي او كريسبي دجاج المفروم، يعني دجاج مفروم كيفاش نرجعوه كريسبي، مكوناته بسيطه. وعندي كذلك اليوم راح ندير لحم دجاج مفروم فاسون كوردون بلو، يعني ما نقدرش نقول كوردون بلو باسكو كوردون بلو لازم يكون لو بلون دو بولي كامل، ونقسمو ونديرو فيه هذيك لا فارس ونقليوه. دونك حنا نخدمو اليوم بولي اشي فاسون كوردون بلو، يعني حيكون عندي دجاج مفروم، ولا حبيتو لحم مفروم، ولا حبيتو تخلطو الاثنين، ولا لا داند هنا يرجع ليكم. عندي دو باتي، عندي شويه فخوماج، وعندي كذلك شابلور، ولا انا اليوم راح نستعمل كورد فليكس، واللي ما عندوش كورد فليكس يقدر يستعمل لي شيبس. عندي كميه من البيض، وبيان سور عندي كذلك لا شابلور راح نديرها لداخل، حبه تاع البيض، شويه تاع البصل، معدنوس، الثوم، يعني عادي. والتحليه كانت من طلباتكم، طلبتوها بزاف وكنتوا تستناو فيها، راح نديروا اليوم صب الرشراش، حلوه تقليديه تاع الزمان اللي تربينا عليها، واليوم راح نخليها على اصولها، ما راح نضيف لها حتى اضافه، راح نديرها كما كانوا يديروها امهاتنا وجدادنا زمان، وفي حلقة أخرى إن شاء الله نديروها كما راهم يديروها في العصري. إذا نبداو بالطبق الرئيس، ولا المقبلة نخدموها ونخلوها ترتاح. أول شيء بيان سور نلبسو لي غون، ونجيب معايا أن بول راح نخدمو فيه. وكو تشوفو هنا في لي شامبينيون حبيت لو بولي اشري فونس فاسون كوردون بلو، حبيت ندير لهم بتيت صوص بلونش بالشامبينيون. دونك عندي شويه باك شامبينيون، عندي كريم فريش، بصله صغيره، ملح، فلفل كحل، يعني عادي كاس تاع لا كريم. وحنا تحصلنا على اون بتيت صوص اللي راح نرافقوا بها هاد لي كوردون بلو. ولا حبيتو ما ديروش لا صوص، ديروا جوست فريتات كيما يقولوا، حبيبات بطاطا مقليه. دونك ليكم لو شوا، حبيتو ترافقوهم بروز، حبيتو ديروا معاهم دي بات، اختاروا من عجائن سوسيمي وديروا رافقوهم باش حبيتو. اذا نبداو دونك بالكريسبي اول شيء اللي هي المقبله. دونك بسم الله، هنا عندي كميه من دجاج مفروم، قلت ولا بولي ولا واش حبيتو. راح ندي كميه صغيره من البصل، عندي كذلك لا شابلور، عندي ثوم مجفف، عندي شويه تاع لا موتارد، وعندي كميه من الصويا صوص، عفوا ماشي صويا صوص، عندي صوص باربيكيو او صلصه الشواء، ندير مغرفه تاع ماكله. احتطينا بنه تاع الفومي هايله بيان سور، بلا ما ننساو ملح، فلفل كحل، راح نكتفي باش لاصوص باربيكيو هادي باش تعطيني البنه تاعها، مانيش حابه نضيف عليها بزاف مكونات. وراح نحتاجو دي كوردون خاصين بالمملحات، الو بسم الله، الو بولي هاشي صوص باربيكيو،
شويه تاع البصل، تو بودره، ملح، فلفل كحل. هنا راني شوفيها، انا هنا قيسها يعني راني محضره زوج مغارف كبار تاع لا شابلور بلونش. نزيدها شويه، دونك راح نحي وتكون واجده. نضيف لها فقط شويه تاع معدنوس. ارقامنا موجوده اسفل الشاشه، ما عليكم غير تتصلوا بينا وتطلبوا منا الوصفات اللي راكم حابين تشوفوها معنا. هنا حندير شويه تاع زيت في لاسيات باش ما يلصقوليش، ومن بعد راح نحتاج كذلك شويه تاع البيض ندربو مليح وندير لهم شغل بانير. واستقبلوا معنا اول مكالمه ام ساره من مستقانم. الو ام ساره، بسم الله، اهلا، لاباس؟ الو الو الو، السلام عليكم اختي. لا وعليكم السلام ورحمه الله. لا اختي كي دايره؟ لاباس بخير. وانت يا بخير صحتك؟ اكبر نعمه واكبر متعه مع الشيف ليلى. الله يحفظك حبيبي يطول عمرك. والله كسبنا محبتك ومحبه الناس. الله يسلمك حبيبه وكثر خيركم. والله كان هذا حب، شوفي من قوه حب الناس ليك والبرنامج. شوفي راني نقول لك 100% ناجح بيك بليكيب تاعك. كثر خيرهم ليكيب، يعطيهم الصحه وكثر خيركم انتم كذلك. والله الجنود الخفاء. آه وي، وكما نقولوا المكياج واللي استقبلت كامل كامل ليكيب. ما شاء الله نعم التربيه. شوفي باش البرنامج تاعك الاخت ليلى ينجح، ينجح بليكيب تاعك. اه وي، احنا اليد في اليد، احنا ان ترافاي ديكيب تاع المجموعه. ما ينجحش واحد وحده والحمد لله. ان شاء الله تكوني في العالميه، وان شاء الله يا رب العالمين تاع 7 سبتمبر ان شاء الله تكونوا اكثر واكثر وتزيد كما انا نقول يديها ان شاء الله الرئيس تاعنا، وتكون تزيد لامبا تشعل ان شاء الله حبيبه. ان شاء الله بارك الله فيك. واش راكي انت؟ يا صحتك بخير؟ ريحتي شويه؟ والله الله يسلمك. عندك مده ما كلمتيناش. ظروف الحياه خطره ملاح خطره الحمد لله مرضى، والحمد لله بكم انتم تزيدونا شويه تعطونا قوه وتعطونا، والله الحمد لله يا ربي الحمد لله. ومحبه الناس والله. شفتي دعاولك ذكروك وتفكروك ودعاولك. والله ولينا كي نسمعوا بعضنا بعدنا يزاد في ننسوا هذاك المرض وننساو كما الاخت ام زكريا، ام الاسد، الاخت تاع وهران، ونقول لهم ما شاء الله ما شاء الله. كثر خيرهم كثر خيرهم، الله يبارك. واللي كانت الخميس اللي فات اللي قالت لك غادي ندير طبق تاع الشيف ليلى في درتها في العرس، ونقول لها الف مبروك على وليدك. كثر خيرها وان شاء الله. انا ما نقولهمش العقوبه للعرس، انا نقول لهم العقوبه للقرايه والنجاح الحياه. آه وي، نجاح في حياتهم كامله ان شاء الله يا رب. والله نجاح في كل وما العرس من بعد العرس هو تالي. صح صح، بينجحوا في كلش يا رب. والله ربي يكونوا فرحانين وليداتنا وينجحوا في حياتهم ويقراوا ويتجوا، هذيك هي الثمره تاعنا. اه وي، سلاحهم في الحياه دوك الدراسه. والله وعيد ميلاد سعيد ثاني لولدك. الله يحفظك حبيبه. الله يهنيك ان شاء الله بيكم، بارك الله فيكم. عايشه انتي شكري لينا، تستاهلي اسقى هديه ماشي هديه واحده. شكرا لكم حبيبتي، الله بارك الله فيكم. والله نتمنوا لك كل خير حبيبتي، ونتمنوا لك الشفاء العاجل، بارك الله فيك. في هذه اول اليوم ان شاء الله، اول ربيع الاول يكون في الجزائريين ان شاء الله، ان شاء الله يكون بدون هموم، بيكون بدون مشاكل ان شاء الله يا ربي. اللي راه في قلبه حاجه ربي يكملها له. امين امين. اللي عنده محبوس ربي يطلع يلقى سراحه، واللي عنده مريض ربي يشافيه، واللي باغي السكنه ربي يعطيها السكنه، واللي باغي الزوج الصالح ربي يعطيها الزوج الصالح ان شاء الله. كل واحد راه متمني حاجه في هذه الايام المباركه، اليوم اول ربيع الاول، نقول له ان شاء الله بابك راه مفتوح يا ربي ان شاء الله يا رب. ما علينا غير ندعو ندعو ان شاء الله يا ربي بان السما ديما ان شاء الله. وانت ثاني ليله تستاهلي كل خير. بارك الله فيك حبيبتي، وبارك الله في وليداتك، يعيشك وفي مكسعاك ان شاء الله ربي يخليهم لك، والزوج الزوج والوالدين. اه وي، البركه تاعنا هما الاهم ليله في هذه الحياه. اه وي، البركه تاعنا الحمد لله. والله العظيم شوفي نديروا مشروع بلا والدين يكون مشروع فاشل. فاشل صح صح صح، ربي يطولنا في عمرهم يا رب. واللي ماتوا والديهم ربي يرحمهم. ونقول لهم اول كلمه والكلمه التاليه والاولى الوالدين. ايوه ربي يحفظهم ان شاء الله. هذه ان شاء الله صحيتي، بارك الله فيك حبيبه، وان شاء الله نسمعوا لك ديما اخبار الخير.
الله يسترك. شكرا لك. السلام عليكم. يقولوا يزعفوا ناصرة تاع البليده، فاطمه تاع النعامه، ام حسنة، نوره، ان شاء الله ما يزعفوش عليك. ذاتي وحداد لنا كاع 58 ولايه. وربي يحفظهم لنا ان شاء الله ويكثرهم. والله تحيه كبيره لكل اللي راه عيط للشيف ليلى. ربي يحفظك، ربي يستر. سلامي ليه ونقول لها ان شاء الله ربي يلبسك لباس الصحه والعافيه يا ليلى. الله يسلمك. وان شاء الله احنا المتصلين نديروا لك تاج ذهبي ان شاء الله. الله يحفظك حبيبه ويسمع لك غير خبر خير. سمحوا لي كثرت عليكم. لا لا حبيبه مرحبا بك، دار دارك تحياتنا ليك ولكل الاسره تاعك ان شاء الله. بارك الله والله لك نجمه والله. الله يسلمك حبيبه ويحفظك طول عمرك. صدقيني ماما البنت البارح سيات الوصفه تاعك تاع كاطو شوكولا ما شاء الله. اوه الحمد لله هايل. داري انا نسيت بصح كي راني شويه عيانه. ربي يشافيك ويرد لك عافيتك ان شاء الله، يلبسك لباس الصحه يا رب وميزان حسناتك. بلغي لهم كاع السلام وسلامي لوالديك وسلامي للزوج تاعك ان شاء الله. بارك الله فيك. دعي ربي صباح وعشيه اللي ربي عطاك وحده كيما الشاف ليلى. الله يسترك حبيبه وانا نحمد ربي اللي عطاني مشاهدين كيما انتوما. الله يحفظك حبيبتي امين. بارك الله فيك. ضحكتك تزيد فينا النص. الله يسلمك. مع السلامه. شكرا لك، شكرا يطول في عمرك. يعني راهي حست حتى ولا تبكي. نتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله وربي يرجع لك صحيحتك وتولي معافاه خير من اللي كنتي يا رب كنتي كجميع مرضى المؤمنين. يا رب ما شو نقول لك، شكرا لك وبارك الله فيكم كامل على الكلام الحلو تاعكم. هلا شوفوا واش درت، خديت دي كوردون. هذوك لي كوردون درت عليهم هذاك لو بولي اشي اللي دوز تاع اللي حبيت فيه لا صوص باربيكيو. الوغ نجيب ان ريسيبيون واحد اخر صغير ولا بتي بول، يعني حاجه ندير فيها البيض. الوغ جو بريفير بول برك صغير. اهم شيء كذلك هنا لازم يريح شويه، نديروه في الكونجيلاتور ومن بعد نقليوه. راح يجيكم يهبل، تقدموه مع سلطه، شويه مخللات مقبله من اروع ما يكون. الو توجور شويه ملح شويه فلفل الكحل، نخلطهم مليح. تقدروا ديروا شويه عكري، انا يعني ديروا واش حبيتوا. لي زيبيس دائما نقول لكم ليكم الاختيار. الو هنا خلطهم، قلت انا درت زوج حبات تاع البيض وراح نجيب فارينة صوصيني، راح نزيد حوالي زوج مغارف. نديرها شغل اون باتا بيني. نستقبلوا معنا ام الاسد. الو مساء الخير. مساء الانوار يا حلي يا ماتك ان شاء الله. واش راكي حنونه لاباس؟ راكي بخير؟ والله الحمد لله راني معاكم. وتاه قلت لك احنا ثلاثه، احنا العائله كلها من المهم. ربي يحفظكم ان شاء الله. بارك الله فيكم، دمتم اوفياء يا رب. واش راكي صحتك بخير؟ كنت اختي اللي عايشه نحييها ونقول لها شكرا على الكلمات الطيبه وانت طيبه وكلامك عسل. وي مسكينه حتى حسيت العبره في صوتها. الله يحبكم الخير واحب بكم الله فيما احببتموني يعني فيه. اني على المباشر ونهضر فيها هكي. يعيشك. عسل. عسل لي هباتكم ان شاء الله ويحبكم الخير. الله طبعا عيطوا لك اسبك باش كي نهار كي نحكم نعود اسعد وحده. بارك الله فيكم والله. قلت لكم راس مالي. تحياتي ليها الشطوره اللي داريه تجرب وصفاتي. تحياتي ليها ان شاء الله. ربي يحفظها. الله يبارك. عندها 22 سنه. الله يبارك. شوفي بناتكم هما بناتي، انا قلت لكم يعني بلي الشعار اللي طلقتو انه بناتي شوفي لازم كامل يكونوا دي كوردون بلو في ديارهم. شوفي انا هذه اللي نحبها، كي يروحوا ديار الناس لازم تخصهم حتى حاجه، ماشي الو ماما ما عرفش دير هذيك الكسره كيفاش. نو حبيتهم يروحوا شاطرات، ما يخافوا الشغل، ما يخافوا الطياب. لا لا كون يتبعوك. الله يبارك. يخرجوا يعني ديشير. لا لا الحمد لله اللي تبعوني من زمان والله راهم الله يبارك عليهم ونفرح كي نتلاقاهم برا. يعني الشيء اللي تقدمي فيه يعني في متناول الجميع يعني وعجبنا. واش سهل تطلب واحدة حاجة تلبي لها يعني ما شاء الله عليك ليلى. هذا هو البرنامج اسمه طيب معانا، دونك لازم نتوما تطلبوا وانا نلبي لكم. بمعنى الكلمة والله. ربي يحفظك حبيبتي ويطول عمرك. ومش نشكر فيك حقيقة هذه. شكرا شكرا. ومش نبغي نهضر فيها والله. ربي يعيشك. دابا غادي يموتوا عليك وصديقاتي. والله تحياتي ليهم وكامل الناس كيكدا، دونك عندنا جمهور كبير في كيكدا. والله كل حي وقال لك سلموه
تقول لي عيطينتي، هذه كنقول لها كيف عيطينتي، سلمينا على ليلى وعلى الاوفياء. مرحبا بسوالهم، وحنا كذلك نحبوهم. والله نحيي وكيم اللي يحبوك يمشوا لك تاع السيده. والله ربي يفرحك ان شاء الله ويفرحهم، ويا ربي ما نقصش وصفك يعني. وانا نستنى مازال كدوا ساعه، قلت لك بعقلك انا. قولي لي فكريني الله يسترك. والله فكريني. بساط الريح. بساط الريح. بساطر يعني آه. عيطوا لصبر رشراش زادا. لا لا اليوم عندي صبر رشراش تاع زمان. ايه هذاك هو، او عيطوا له زادا بساطر الريح. ها عندي غوسات واحده اخرى بساطر الريح في النوفو في الموديرن. شفتيهو؟ انا اليوم راح ندير تقليدي. انا قلت لك ديري لي تاع صبر رشراش. انا اليوم صبر رشراش دايرته على اصول تقليدي تاع زمان. ولو تاع لمبوط ان شاء الله. آه. يعني شوفي قلت لك بعقل لك ليلى حتى شوفي الوصفات تاعهم كل عيطوا قدامي. لا 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 اليوم صب الرشراش تاع الزمان بطريقته بالزيت برك، وخطره اخرى ان شاء الله نديروا هذا تاع بيصات الريح باسكو هذاك شويه في الموضه. بينا نطلبات ويعني عندك بزاف نقول لهم ما تلوموش عليها، استناوها بالعقل كل واحد ودار. ندير لكم والله ما من قلبي اللي طلب وصفه ان شاء الله يشوفها معايا. تاعك ديما راهم في القمه. يسلمك. ويعني قلت لك متناول الجميع، اكيد كل واحد يلقى واش يدير عنده في الدار يعني هكا الامكانيات. هذه هي نحوسوا غير حوايج سهله. واللوز وديري بالحوايج. واحد ما يجربها هكذاك. على بالي واحد ما راح يجرب. دونك حبينا حوايج ساهلين برك اللي كي تفض الحلقه يروحوا يجربوها. هذا هو المبتغى تاعي. هذا هو الهدف تاعنا. وانا الهدف تاعي زاد لما نشوف الميكلا برك نشوف ليلى ونسمع صوتها. يعيشك حبيبتي شوفك الخير. والله عندكم زاد دوكا طحت مع المخرجه اللي هزت عليها هاتف ملاك. امين. قلت لك كيفاه نقول لها شكرا، حست حسن الاستقبال يعني ما شاء الله. منال هايله يعطيها الصحه. راكم جروب. وي ها سي ان ترافاي ديكيب، رانا مجموعه كامله متكامله يعطيهم يعني الصحه. نحييهم كاملين تاع قناتنا هذه. انت ماجيني هيا قولي لي، تيماجيني انت نجي وحدي ندير ايميسيون من المحال. امبوسيبل صح. شوفي لا ترافاي ديكيب انت بلا ليكيب وبلا جمهورك يعطيك الصحه ما نقدرش ندير واحد. لازم يعيطوا على بالكم يعيطوا لابليطار عليك باسكو يحبوه. يعيشك يحبهم الخير وبارك الله. ربي يحفظك ليلى ونقول لك يعطيك الصحه على الوصفه على كلش على الابتسامه على شكرا الطيبه على كلش. والله بلا مزيتي نحييك تستاهلوا كل خير والله العظيم. حتى انا معكم من القلب للقلب. يعيشك حبيبتي. يعيشك تحياتي لكل الاوفياء اللي يعيطوا ويهداوا اللي يسمعوني، خاصه اخت ام عبد الحليم من وهران، وهذه السيده اللي عيطت تقول ماني ما نحفظش الاسامي. والله تغيبي شويه برك يعودوا كامل لي سقسي وين راهي فلانه وين راهي فلتانه. راني نسمعها. وكاينه الاخت من عنابه عيطت خطره كريمه. والله يسقسي والله من كل بلاصه. تحياتنا لزوجي كامل اللي تما تحياتنا لهم ان شاء الله. ونحيي اخواتي اللي يسمعوا فيا اللي يحبوكم يتبعوا فيك. تحياتنا لهم ان شاء الله. كامل كامل تحياتنا لهم. ما نسميهمش راه عذرا في روحها. بارك الله فيهم. مع السلامه ليلى ويعطيك الصحه حبيبتي. شكرا شكرا يعيشك حبيبتي. شكرا لكلامك الحلو. سال تحياتنا العائله تاعك. اذن يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. والله كما دائما نقول لكم حتى ما نصيبش وش نقول. الوغ شوفوا هذو هما الكريسبي المقبله الكريسبي بالدجاج المفروم، قلت مع سلطه مع شويه زيتون مع شويه مخللات، وهي مقبله هايله ومن طون كيما شفتوا معايا سهله وزاكيه. يعني زيدوا له شويه بصل بولي تاعكم شويه تاع الثوم وانتم درتوا مقبله. دونك هاد لو بولي نخليه في الكونجيلاتور على الاقل على الاقل 10 دقائق ربع ساعه ومن بعد نقليه باش يشد روحه وما يطيحليش في المقله. ونروح نفاصوني ولي كوردون بلو كذلك. دونك انا هنا درت لو فرماج تاعي في الكونجيلاتور. باسكو هذا لو كان ما ينداش في الكونجيلاتور ما نقدرش نفتحو، دونك خليته برد. دونك اليوم تعمدت باش يكون بلون بولي واحد اشي قسمته على اثنين ونديرو به لي دو بلا. الوغ كوردون بلو ولا ماشي كوردون بلو، قلنا بولي اشي فاصون كوردون بلو يعني طريقه الكوردون بلو. راح نحتاج كذلك شويه بولي اشي، قلت تقدروا ديروا داند اشي تقدروا ديروا فيوند اشي يعني كل واحد والمقدور تاعو. عندي كذلك شويه كميه من البصل 2
الثوم مجفف برسك لا ميم شوز، ما نجحش ندير له برك لاصوص باربيكيو. راح ندير له الثوم، ملح، فلفل كحل، شويه قزبر، شويه تاع الموتارد، شويه تاع المعدنوس، ونفاصونيوه. نديروه دي بول اول شيء كامل قد بعضاهم، ومن بعد نديروه هليلات صغار فارسي بالفرماج والباتي، ونديروا له اون بتيت صوص قلنا بالشامبينيون. الوغ نبسو هاد لي كون برك، وبعد يبقى لنا صبر الشراش. نعطيكم لي زانغغيديون تسجلوهم. الوغ صبر الشراش قلت اليوم راح نديروه تقليدي على اصولو. عندنا كاس تاع البيض راح يرفد لكم 4 اذا كانوا كبار، واذا كانوا صغار راح يرفد لكم 5. عندي كذلك كاس تاع السكر تقاديو نفس الكاس، وعندي كاس تاع الزيت، وعندي زاست تاع حبه قارص قشور حبه قارش، شويه فاني، وعندي فارينه نطنبيها حوالي 3 كيسان ونص. دوك نشوفوا شحال راح تاخذ لنا، لازم نخليوها طريه. وعندنا شويه كاوكاو ومعجون اللي بون معجون نفارسيو به، وهذاك الكاوكاو جوست بور لا ديكوراسيون. دوك نشوفوا الطريقه. لو نزيد نجيب ان بتي بول، نوجد اون اسيت، ونبداو لو بولي اشي فاصون كوردون بلو. بسم الله. الو هنا عندي كذلك شويه بولي اشي اللي نخزر في لا شابلور، لازم نزيد عليها كميه صغيره باسكو نحيت منها ودرت نو عفوا. كنا راح نستعملوا بيضة، الوغ لو بولي اشي ولا داند اشي نديرو لها بيضة، نديرو لها كمية من البصل، نديرو مغرفة مليحة تاع لاموتارد. الوغ هادي سي بوغ لاصوص. نستقبلوا معنا عبد الجليل من تلمسان. الو السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. واش راك يا اخ؟ كي راك خويا؟ لاباس راك بخير؟ واش راك لاباس؟ الحمد لله سول عليك. وانت خويا راك مليح؟ ناس تلمسان لاباس الغايه. لاباس الحمد لله يعيشك. مرحبا بك. الله يسلمك. اهلا واش راكم؟ العائله بخير؟ لاباس. كاش سخانه في الجزائر؟ كاش سخانه عندكم؟ هي مازال سخانه يعني نقصت شويه، نقولوا الحمد لله بصح مازال شويه. اي ما بقاش بزاف. ما بقاش كيما قلت انت الكبير كامل فوتناه. رانا دوك الناس هي تستعد للدخول المدرسي وتبدل الريتم تاع الصيف اللي كان. دخول صايب دايم خاطر صيب ما بقاش اليوم. اي والله صافي السخانه والصمايم كل شيء فات الحمد لله، فوتناها بخير وعلى خير. الحمد لله اللي يجي من عند ربي مليح. مرحبا بي. الحمد لله. وانت واش اخبارك؟ كاش ما جربت العائله تاعك معنا وصفات؟ كاش ما مازال يشاهدونا؟ احكي لنا شويه. مرحبا بيا. نسقسي عليك الخير. بارك الله فيك. عليكم السلام. بارك الله فيك. عليك متونس بينا. الله يحفظك. نقول لك الله يعاونك. الله يسلمك يعيشك. شكرا لك لسانك. مع الاهل كامل. الله يعيشك. مرحبا بسؤالك. وحنا كذلك نحييو كامل العائله تاعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الوغ كيما شفتوا معايا درت حبه بيض، درت معدنوس، درت البصل، درت الثوم، درت ملح فلفل كحل شويه قزبر، ودرت شويه تاع الكاري وشويه تاع الكاري يعني ما درتوش هذا راح نديرو، وشويه كذلك قلت الو قزبر والكاري فلفل كحل والمعدنوس والموتارد. نتوما توجور كي تخلطوا اللحم تاعكم عطيو له ان تي غوبو هكا شويه برك واحد 5 دقائق 10 دقائق، خليو هذيك لا شابلوغ تشرب، وخليو هذوك لي زيبيس والحشاوش يديروا خدمتهم. الو انا قعدت لنا غير لاصوص ونروحو للحل. هنا حنا ناخذ ان تي بابي فين ولا بابي كويسون، نتوما واش ساعدكم. انا جو بريفير بابي كويسون خاطرش بابي فين نقعد نحوس عليه كاش يتفتح.
لو نحاول نشوف ان بتي سيرسو باش يجوني كامل كيلو واحد. هادو ما راهم نفس القياس. معليش دونك كالعاده ناخذ كامل ديرهم دي بولات باش يجوني نفس الكيل. بسم الله. ومن بعد نحلهم. دونك هنا يرجع لكم لو شوا، تحبوا ديروهم كبار تحبوا ديروهم صغار، وبيان سور توجور على حساب افراد الاسره. دونك رانا دايرين شحال من حبه خرجت لنا؟ 5. دونك هذه كبيره شويه نقصوا لها. فوالا دونك هنايا قلت نكبر ونصغروا حسب افراد الاسره، وانا الاسره تاعي هذه هي. دونك هنا هذه تكفي للاسره تاعي، اسره البرنامج اللي ربي يحفظهم لي كامل ان شاء الله يا رب. الو كويسون، حطيت فيها شريحه تاع باتي، وحطيت فيها كذلك فرماج ساندويتش. تقدروا ديروا اي فرماج حبيتوه. فوالا كنت راح نزيد ندير الزيت، لكن راني دايره في لو بابيي. دونك حاجه سهله. عفوا هنا كنت حابه نزيد باش يجيني سهل. نرمضوا فلاشا بلور، عفوا نرمضوا فلاشا بلور. فوالا دونك اليوم اطباقنا خفيفه وسهله، حاجه نهايه الاسبوع الواحد عيان، حاجه توجد ليه ليه. الو الفرماج تاعي كان في الكونجيلاتور، سي بور سا يعني راهو يتكسر. درت باتي وندير فرماج. ونغلق عليه. نغطي كامل على لو فرماج باسكو لو فرماج هذاك كي يخرج في المقلاة راح يتحرق. الوغ اللي عنده ان سيرسو شويه كبير يخدم بلو سيرسو، يعني باش يعطيلو يحدد في الحواف. ومن بعد من لو باكي كويسون نحطوه في هذيك لا شابلور، نزيدو نغلفوه كامل. فوالا بهذا الشكل. دونك حاجه شابه بريزونطابل وبنينه بوكو بلوس، وحاجه ما تكلفناش بزاف، وتقدر تخرج لكم كميه كبيره سورتو الا درتوهم صغيورين. الو جو بريفير نبداو توجور بلو فرماج. مستقبلوا معنا عبد الرحمن من البويرة. الو عبد الرحمن. الو مساء الخير. مساء النور ام عبد الرحمن، عفوا واش راكي؟ لاباس بخير لاباس. والله الحمد لله بخير، طول ما نسمع صواتكم وتكونوا لاباس الحمد لله. واش راكي البويره بخير؟ العيشك سوال عليك. يعيشك الحمد لله بخير، طول ما نتوما بخير. كي تسمعي فيا شاف ليلى؟ راني نسمع فيك تخي بيان، راكي هايله صافيه. نسمع بعيد، راني بعدت التلفزيون. باهك ما عندكش الغيزو. ايه احنا ما عندناش بلاصه البويره غليل، وانت حاكمي. اوه معليش حكمي برك بلاصه فيها الغيزو تسمعينا مليح. اي هاني بعد شويه. انا نسمع فيك تري بيان. تفضلي حبيبتي قولي لي واش حابه تقولي. اي معك بنتي، هاي بنتي قالت لي انا نهضر معاها. اعطيها لي. اعطيها شحال في عمرها؟ 12 سنه. الله ايه هضرت معايا من قبل، شفيت عليها؟ ايه 12 سنه. آه الله يبارك ربي يحفظها لك. الو دعاء. هاي دعاء. الو اهلا دعاء. سلام ورحمه الله، واش راك يا حبيبتي؟ لاباس الحمد لله. وانت يا بخير لاباس؟ صحتك الحمد لله. يعطيك الصحه انك راكي تتابعينا وتشوفي الطياب، يعني ما شفتيش حاجه واحده اخرى. لا
وصبت كل أرواح سفليلة. شكرك. الله يحفظك حبيبتي، الله يطول عمرك. ايشي المشعل وصفات كل يوم نستنى 3 ساعات باش ندير قناه المهم تفرجك. يعيشك حبيبتي. وعجبك المنيو تاع اليوم؟ تاع اليوم عجبك المنيو؟ واش درتي اليوم؟ ما كنتش هذا ونشعلته. معليش صح النوم. شوفي الوصفه اللي فاتتك، يا اخي تدخلي اليوتيوب نهار كوك وتشوفي الوصفات اللي فاتوك، تكتبي نهار تي في كوك وشوفي الوصفه. معليش اليوم درنا، شوفي الكب كيك اللي درتي هذيك الخضره جربتيه؟ مازال جربيه ان شاء الله. ساهل باذن الله، ساهل وبنين ان شاء الله. يعطيك الصحه، بارك الله فيك حبيبتي. واش حابه تزيدي تطلبي مني اليوم؟ واش حابه تطلبي اليوم؟ اليوم ماما جابت المقروط تاعك اللي درتيه. شطوره ماما، الله يبارك. هذا الارواح يعطيها الصحه، فرحتيني حبيبتي. هايل نفرح كي تنجحوا، نفرح. يعيشك، صحتكم صحتكم صح. نعم، نطلب منك انك تديري وصفه بريوش. بريوش خلاص حبيبتي، ندير لك بريوش اقرب فرصه. خلاص ندير لك حبيبتي. وبيتزا، بيتزا نزيدو نديرو بيتزا، كاين بزاف وصفات تاع البيتزا. خلاص نزيد لكم، بزاف طلبوها البيتزا وبزاف طلبوها البريوش. انا بزاف كيما خطره اسئله قلت لي الى تدخلي الكوزينه، يعني انت الشفيله اي وصفه ديريها، يعني المقادير لي زانكازيون تاعها يكونوا في اي مطبخ جزائري. حاجه سهله ما تكلفش، تقدروا كامل تنوضوا تطيبوها. هذا واش نحب معاكم. يعطيك الصحة حبيبتي، والله بارك الله فيك. أنا فين نشكرك حبيبتي، شكرا ليك، بارك الله فيك، ربي يحفظك إن شاء الله لماماك. صحيتي، يعطيها الصحة، شطورة ما شاء الله عليها، ربي يحفظها ويحفظ مثالها ويحفظ ماماها اللي ربيتها بهذه الطريقة. حبت الكوزينة ما شاء الله. أنا نقولهم دائما القراية، الكوزينة، صنعة واحدة أخرى، ديروا بوكو فورماسيون، يعني ما تقولوش غير القراية تكفي، ديروا لي فورماسيون مليحه القرايه ومليحه الصنعه او ميم طون، باش تكونوا ناجحين وفي حياتكم حاجه ما تخصكم، وربي يحفظ وليداتنا كامل ان شاء الله. الوغ شوفوا الشكل تاعهم، هذا بدا ان دومي بلان، يعني نص صدر تاع الدجاج، يعني لو كان نديروا صدر كومبلي يخرج لكم كميه كبيره. فوالا دونك هادوما يتحطوا يتقلاو برك، كي اللي درناهم الاولين لي كريسبي، كي هادوما ينقلاو برك ويكون لو بلا تاعنا واجد. وعندنا جوست الحلوه التقليديه، سهله سهله سهله، كامل ديروها ان شاء الله. فوالا دونك نديرو الزيت تاعنا يسخن ونبداو نقليو. الوغ هادو تاني ندخلوهم شويه كونجيلاتور، ناتوندون برك الزيت يسخن. نيتواييو. نستقبلوا معنا ام سيرينا من بديالو. الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ مليحه والله بخير. وانت حبيبتي؟ صحه، شكون نتوما؟ يعيشك يهنيك، والله بخير. وانت صحتك لاباس؟ العائله بخير الحمد لله حبيبتي، ربي يديمها ان شاء الله. والله كل بخير يهنيك، يعيشك. شكرا، بارك الله فيك، كل بخير. وانت صحتك بخير؟ داكم مليح الحمد لله. الحمد لله، بارك الله فيك. الله يسلمك. كاش ما جربتي معنا هاد المره؟ نعم، كاش ما جربتي معنا هاد المره؟ بيان سيغ، يا واش بدنا نديرو؟ نديرو غسل. قالتلي بيان سيغ. يعطيك الصحة. طيب معانا. وياك نقول لهم طيب معانا. انا معاكم. هادي هي. هادي هي، لازم تطيبوا معانا. واش نديرو تعاودوه. الله يرضى عليك. الله يسلمك حبيبتي. كاش ما عندك طالب هاد السمانة؟ لا، درتي لي الخبز التركي. درتهولك. صح، ما كنتش فدا. كاين في اليوتيوب، دخلي اليوتيوب. ان شاء الله، ايه بيان سور. مازال ما دخلتيش، راكي روطار، دخلي اليوتيوب. عندي التليفون ميسا. عندي حطبة. معليش شوفيه من عند الأولاد، من عند الزوج. شكون يعطي لك الأولاد؟ أولاد يعطي لك التليفون؟ والله ما تديه.
يا اختي ديري القلب وشري واحد. عندي تليفوني تليفوني. ديري القلب وشري واحد. بإذن الله إن شاء الله. صحابك لكم على صحتنا. والله ساهل يعني درته لك ودرته بالفخوماج. إيه والله غالية يعطيك الصحة. الله يسلمك. قالوا لي درتيه بصح الله غالب. معليش نزيدوا شويه واتصلي لا ما شفتيش نعاودوا لك خبزي شبه له ماشي مشكل والله على العين والراس. يا ودي واش نهضروا عليك كي تضيفينا باي طريقه. الله يحفظك حبيبتي والله هذا هو البرنامج تاعنا انتم تطلبوا وانا نلبي ان شاء الله وين تروحي تروحي. امين واياكم بارك الله فيك. والله يحفظ لك وليداتك ومن داعي لك وين ان شاء الله واحد الحجه انت انت ولا معاك ان شاء الله حجه ولا امراه انت ولا الزوج تاعك. بارك الله فيك حبيبتي هذه دعوات هذه دعوات الخير تسوى الدنيا وما فيها بالدراهم ما كاش. يعيشك حبيبتي شكرا معاك. الله يبارك فيك ان شاء الله. امين امين بارك الله فيك كثر خيرك حبيبتي. الله يسلمك الحمد لله كيف خير حالنا الله يسلمك بارك الله فيك. هذا ما كان اليوم ما عندك حتى طالب اليوم عيط طيبك تسقسينا وتدعي خيرك واش كي واش تزيدي لنا يعيشك واش رانا في قلبنا كي بارك الله فيك راني معاك تعيشي الله يعطيك الخير والله يرضى عليك ونشكروا المخرج وي امين طير معايا جنود الخفاء كاميرا مان كاميرا مان راه كادا تستقبل مكالمات تستقبل مكالمات ما شاء الله عليها ربي يحفظها بشوشه غير في التليفون هذوك نشوفوها لا شوفيها في لاباج تاعي الا كان ورا لك الزوج تاعك عطاك التليفون دقيقه شوفيها مصوره معايا في لاباج ان شاء الله باذن الله ما شاء الله اللي يحب يشوفنا انا اللي يشوفها معايا بشوشه ما شاء الله ربي يحفظها في الفيسبوك حتى في الفيسبوك راهي في لاباج تاعي في الفيسبوك وفي انستغرام معايا منال باذن الله باذن الله الله يبارك عليك يعيشك حبيبتي انت بشوشه مع البشوشات الحمد لله ربي لاقاني غير مع الناس الملاح على حسب قلبي الله يرضى عليكم ان شاء الله الله يسلمك حبيبتي ويلاقيك كيما راهم عائله واحده والله المخرج صح في المخرج اللي درنا هذه الحصه شوفي المخرج تاعنا هو اللي لمنا تشتكي الوالدي اللي لمنا في الفرقه كي تروحي اخت ليلى نعم كي تروحي فاكونس قالوا لنا الاعاده ما تصحوش الاعاده ما رحتش فاكونس راني معاك يوميا مازال ما رحتش فاكونس ان شاء الله ما تروحيش ماذا بينا تروحي تحوسي مي ماذا بينا نحوسوا عليك حلايا يحيشك سما لازم نكون دايره حلقه باش نروح ما تخافيش ان شاء الله ربي يقدرك الله يسلمك حبيبتي ما نغيبش عليكم باذن الله شكرا لك يعيشك شكرا لك الحمد لله الله في روحك يسلمك حبيبتي تحياتنا لك ولكل عائلتك والناس المدية بارك الله فيك حبيبتي شكرا زاد الله فيك شكرا اذا هنا يعطيكم الصحة قبل شيء والله يعطيكم الصحة وربي يبارك لي فيكم قلت أنا يا مشاهديني وجمهوري هو راس مالي دائما نقولها ونعاودها بارك الله فيكم ربي يحفظكم إذا هنا دوك نديرو صب الرشراش على الطريقة التقليدية ألوغ هنا درت البصل ودرت شوية مارغارين وشوية زيت وراح نقطع قبل لي شامبينيون يعني كون نخدمو هاك وهاك نقطعو لي شامبينيون صوطيهم يعني حاجة سهلة مكعب مرق وشوية ماء ولا كخام فخاش هنا نبدا نقلي بسم الله وين شفتوا السق راح نزيد له شويه شابلور ولا تزيدوا له كورن فليكس هذا ما كان باش ما يسقدناش نستقبلوا معنا زهره من عزابه الو زهره نعم مساء الخير مساء الورد مساء الياسمين مساء الفل مساء كي كله عسل مساءك أمر يا أحلى من أجمل شيء شكرا شكرا بارك الله فيك واش راكي حنونة لاباس كي بخير والله لاباس الحمد لله العائلة تاعك بخير والله الحمد لله بحسن حال الحمد لله يعيشك يعيشك مرحبا بك ونشكرك دائما على الشعر اللي كلمات الراقية اللي تعطيها لنا والله بارك الله فيك فيك بركة عايشك واش حوالك بخير مالكم صافا والله الحمد لله اليوم كاش ما وجدت لنا شعر شباب كاش كلمات والله ما عندي اليوم عاد لازم توجدي لنا روحك عاد لازم شاعرة النهار بسم الله شاعرة طيب معنا شكرا لك ربي زهرة ربي يخليك ربي ان شاء الله يسترك ويسترك وينترك ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله الدنيا والاخره ان شاء الله يا رب معكم كامل يا رب العالمين ان شاء الله يا ربي ولي نشكرك ونشكر الاخت اللي استقبلتني نقولها ميرسي بوكو اخت منال يعطيك الصحه منال كي تشوفي منال
لكن تعطيك الصحة يا مدام، بارك الله فيك، هاي دايرة سكسي. صدقيني صوتها ولا أروع، يعني بدون مجاملة نقول هيك. فقولي لي صوتها، صوتها ولا أروع، نديرها تغني قولي لك، كيفاش كيفاش صوتها عجبك؟ نديرها تغني ولا؟ لا صوتها كيما هكا تهدر. باش تستقبل، باش تهدر بك. نعم. بشوشة بشوشة مانا، شوفي مانا لوين تروح دير، عندها الإنرجي الزايدة، وين تروح تبان، الحضور تاعها يبان. وين كاينة فوضى كاينة هي. ربي يحفظها ان شاء الله يا رب، ربي يحفظها، ربي يحفظها ان شاء الله ويخليها ان شاء الله كيش فوق الراس. امين، يعطيك الصحة بارك الله فيك ويعطيك صحيحتك ان شاء الله حبيبتي. وفيكي بارك يعني ربي يعيشك. ممكن بلا ما نطول عليكم، ممكن اهداءات اليوم ندير اهداءات. هيا روحي تفضلي تفضلي. اليوم ندلل ونتفشش عليكم. هيا دلي والله تستاهلي حبيبتي، معليش في ذاك تفضلي. شكرا. اول اهداء يروح ليك اختي العزيزه وكامل عائلتك الكريمه، نشكرك بزاف بزاف. اهداء يروح لاختي منوله وكامل عائلتها الكريمه، وقبله كبيره كبيره على جبينك وجبينها اختي العزيزه. الله يعيشك. واهداء كبير كبير الام وفاء العزيزه، نحبها ونموت عليها ونقول نحبك بزاف بزاف ام وفاء، انت الانسانه الاولى اللي عرفتك من المستمعات اذا عرفتك كذا، نقول نحبك ياسر. نعم. اهداء كبير يروح لعمتي لويزا، عمتي فاطمة، أم زكريا، شافية، وخاصة بنات خوها ديما آية الرحمن، تقولي تقول لها طاطا زهرة ما هديت ليش اليوم، نقولها اهداء كبير 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 ليك آية الرحمن، أخوك يعقوب اهداء كبير كبير ليهم، ونحبهم بزاف بزاف بزاف. ومونة ونتمنى إن شاء الله أمها لأنها راح تدير عملية إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها إن شاء الله يا رب. ادعي ولها يعني كامل كامل المشاهدين إن شاء الله، وكامل كامل يحب وزهرة ودلولة. دلولة ديما ننساها، نقولها نقولها سامحيني يا دلولة ديما ننساك، وما نطولش عليكم اختي العزيزة وميرسي بوكو. بارك الله فيك، عيشك بركة وربي يعيشك، وقبلة كبيرة كبيرة ليك ولمنولة. يعطيك الصحة حبيبتي، شكرا لك، بارك الله فيك. إذا هنا انا نقصت النار باش يطيب لي في الوسط، ما يبقاش ما يطيبش على برا، يبقى لنا داخل العجين. دونك راني نقص لو ابتيفو وخليته. هنا درت كاس تاع البيض اللي كانوا 4 حبات، كاس تاع السكر، وراح ندير كاس تاع الزيت، يعني ما كلاه الباتر غير هكذايا برك غير باليد، وراح ياخذ لنا حوالي 3 كيسان تاع الفرينه. درك نشوفوا لو بلاطو تاعي درت فيه الزيت باش ندهنوا. هنا عندي لافاني، وعندي كذلك زيست تاع القارص، قلت انا اليوم درتها على الطريقه التقليديه. ومن بعد نديرو العصري ونديرو بيصات الريح، الجديد حبو والقديم لا تفرط فيه. فوالا بشر تاع ليمون يعطينا هذيك الريحه، هذيك لا فريشور، ونخلطو مليح. وهنا نزيد لها لا لوفور شيميك مع لا فارين، عندي زوج لوفور شيميك. انا لا فارين تاعي متاكده من النوعيه والجوده تاعها، سي بوغ سا ما رانيش نصفيها، توجور بيضه تشهي وتوجور صافيه. الوغ لا لوفور شيميك تاعنا نزيدو هذه لا لوفور اللي نخافها تكون محبه، دي فوا دي فوا تجي فيها هذوك لي غرومو، ومن بعد كي ناكلوها شوفوا، ومن بعد كي ناكلوها ناكلوها مره. باغ كونطخ لا فارين انا متاكده من نوعيتها. الوغ نطمها برك ونطمها طريه ونحلها في لو بلاطو. قلت تاخذ حوالي 3 كيسان فارين. عندي فاصل ونكسلها في لو بلاطو تاعي، يعني نستفها وندير فوقها لا كونفيتور، ونعاود نسكرفت فوقها العجينه الاخرى لا اكثر. فاصل قصير ونعاود نرجع لكم. شابه ما شاء الله. نزيدو نقليو معاكم لي كوردون بلو او لو بولي اشي فاصون كوردون بلو، راني دايره كذلك لاصوص. هلا نزيدوها جوج دقائق على الجهه اللي هنا وتكون واجده. هلا
فوالا دونك نيطواييو برك، ما تشدش بزاف القليان. الوغ لاصوص تاعنا درت البصل، صطيت معاهم لي شامبينيون، درت شويه مكعب مرق، وزدت درت كاس تاع لاكريم فريش، يعني تزيد تغلي غلوه وتكون واجده باش نديروها مع لو بلا تاعنا. فوالا دوك نحيو برك لو بولي اشي تاعنا وندريسيوه مع لاصوص، شويه فرماج غابي على الوجه وكلش راهو واجد. الوغ هاو صب الرشراش التقليدي كيفاش يجي. دونك نحيوه بون. هو صراحه لازم يزيد يتحمر شويه اكثر، لكن حنا نظرا لضيق الوقت يعني راح نقدمه هو طايب على كل حال. والفكرة أكيد وصلتكم، إن شاء الله تعاودوا هذا الطبق الساهل والبنين أومنطن. لو نشفوه من الزيت، عفوا سي با ميشون. وآخر كروكات هلا كفيو، نديرو اون لوش من لاصوص وحنا كملنا. الوغ صوص سو شامبينيون، درت فيها لو فرماج، يعني مازال ما دابش مليح لو فرماج. زيدو برك شويه شامبينيون لو بلا تاعنا راهو واجد. الوغ لا كريم زيدو كيما حبيتو، يعني لا صوص ا فولونتي، نديرو فيها شويه تاع معدنوس. فوالا هذه هي الاطباق اللي درناها نهار اليوم. الوغ اليوم هكذا فوالا. الوغ اليوم كنا درنا معكم مقبله الدجاج الكريسبي او الدجاج المفروم الكريسبي، سهله تقدموها مع فريت ولا تقدموها مع سلطة، ولا كما درت انا شويه فريت شويه زيتون. الطبق الرئيس درنا كذلك دجاج مفروم فاسون كوردون بلو، يعني كنا حشيناه بالباتي وبلو فرونباج ساندويتش، درناه باني وقليناه وقدمناه مع بتيت صوص بلانش اللي فيها لي شامبينيون. والتحلية كانت صب الرشراش على اصولها، قلت هذيك لاباط اللي حضرتها معكم حليتها في السنيوه غير باليد، ديروا يدكم في الزيت تحلوها في لو بلاطو، طلعوا لها لي بوغ ونفرغوا فيها اون بواط تاع لا كونفيتور. انا درت هنا كونفيتور فريز، لا بواط تاع كونفيتور كامله. بعد تكونوا حكمتوا قطعه من هذيك العجين ديروها في لو كونجيلاتور، ترابيوها على الوجه كامل وندخلوها الطيب. كي تخرج نرشوها بسكر غلاس، تقدروا ديروا لها دي سوريس كونفيت، تقدروا ديروا لها لوز افيلي، تقدروا ديروا لها واش حبيتوا. ان شاء الله المنيو تاع اليوم يكون عجبكم. نشكر كامل الفريق اللي خدم معايا نهار اليوم، وبقى لي غير نقول لكم بون ويكاند، نهايه اسبوع موفقه ومريحه ان شاء الله، ونتلاقاو في عدد قادم ان شاء الله.